يعني ايه حفل تدشين النجم العشرة؟ طيب انت كنادي اهلي، نادي القرن الافريقي، نادي القرن الافريقي، خد بال حضرتك دايما من الناحية التسويقية، وخدوا بال حضراتكم نادي الاهلي هو الرائد في كل هذه الامور، النادي الاهلي هو الافضل في كل النواحي التسويقية في مصر بقالنا فترة طويلة جدا، فعشان كده دايما بتلاقي النادي الاهلي سابق بخطوة او بخطوتين، ومعاك مجلس ادارة محترف، عارف هو بيعمل ايه، وعارف هو بيعمل كده ليه. تدشين النجمة العشرة علشان امور تسويقية وامور احتفالية خلال الفترة الجاية، يجب ان يعرف الجميع ان النادي الاهلي من خلال بقى تيشرت النادي ومن خلال كل اللوجوهات اللي موجودة على كل القناة وهنا وهنا وهنا، كل حاجة، كل ما يخص النادي الأهلي هتلاقي حضرتك موجود عليه النجمة العشرة ابتداء من بكرة، ابتداء من بكرة إن شاء الله تكون النجمة العشرة موجودة. خدوا بال حضراتكم النادي الأهلي هو الأفضل في كل شيء، النادي الأهلي هو الأفضل رياضيا في كل شيء، هو الأفضل في الناحية التسويقية زي ما حضراتكم شايفين. كل اللي احنا بنعمله او كل اللي مجلس إدارة النادي الأهلي بيعمله بيسعى لحفظ حقوقه اللي موجودة، علشان محدش يعرف يعمل كده، محدش تاني عنده 10 نجوم، محد يقدر يبيع ويجيب فلوس يقدر يشتري بيها هنا وهنا وهنا ويعمل هنا ويطور المقرات النادي في كل مكان، سواء في مدينة نصر او في الجزيرة او حتى في الشيخ زايد والفرع الجديد الحقيقة في التجمع الخامس. هو ده النادي الأهلي، عشان كده دايما النادي الأهلي بيعتمد على نفسه وبيعتمد على جمهوره وبيعتمد على فكره التسويقي الاحترافي. هقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا ممكن تاخدها في إطار التسويق الرياضي وفي إطار التسويق الفني اللي النادي الأهلي بيعمله. النادي الأهلي اشترى البدري من الإنتاج الحربي، اشتراه بمبلغ وأعاره لنادي آخر بمبلغ آخر، وبالتالي لو النادي الأهلي اشترى البدري ب10 جنيه وأعاره لنادي فيوتشر ب5 جنيه يبقى النادي الأهلي دفع 5 جنيه بس. هو ده التسويق، هو ده النادي الأهلي اللي بيتفرد بيه دائما، هو ده اللي النادي الأهلي. عشان كده لما بنيجي نتكلم دايما بنقول النادي الأهلي هو الأفضل في كل شيء، النادي الأهلي هو الأول في كل شيء. بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة، تسويق فني واستثمار فني واستثمار رياضي، هو ده الاستثمار الفني والاستثمار الرياضي. البدري كلنا شايفين ان هو لاعب جيد جدا، وبالتالي النادي الاهلي جابه ودفع فيه فلوس ولكن اعاره عشان تبقى دايما العين عليه ويستفيد من وجوده في النادي اللي بيلعب فيه ويستفيد فيه بعد كده منه النادي الاهلي، زي ما شفنا بقى اللي حصل خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا من وجود محمد شريف ومن وجود أكرم توفيق ومن وجود أحمد ياسر ريان ومن وجود كل اللاعبين، أحمد عبد القادر رجع وكل الناس رجعت علشان النادي الأهلي استثمر رياضيا بشكل رائع واستثمر فنيا بشكل رائع. هو ده، هو ده الفارق ما بين النادي الأهلي دايما وما بين أي حد تاني. فتدشين النجمة العشرة بكرة أو حفل تدشين النجمة العشرة بكرة اللي زي ما قلت لحضراتكم هيكون مقصور على عدد معين فقط من المدعوين لهذا الحفل لأسباب الكورونا زي ما حضراتكم عارفين، وبالتالي تدشين أو حفل تدشين النجمة العشرة هيكون حاجة إن شاء الله رائعة جدا. والنادي الأهلي دائما دائما اسم النادي الأهلي بيبيع حاجات كتيرة جدا جدا جدا، علشان نعرف نجيب اللعيبة دي، علشان نعرف النادي الأهلي يعرف يمشي خلال الفترة اللي جاية. هو ده الفرق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني. كنت لازم أقول لحضراتكم هذه الأمور علشان في ناس بتسألني يعني إيه تدشين النجمة العشرة؟ تدشين النجمة العشرة يعني حضرتك الصورة دي 2 4 6 8 10 نجوم، دي 10 نجوم، ده النجمة العشرة تم وضعها على لوجو النادي الأهلي. ابتداء من بكرة هيكون الشكل الرسمي موجود على كل اللوجوهات اللي موجودة في النادي الأهلي، فالصورة دي من على الموقع الرسمي للنادي الأهلي حالا. الصورة دي تختلف عن الصورة اللي ما فيهاش، اللي فيها 9 نجوم بس. انت دلوقتي كنادي أهلي انت عندك 10 نجوم، تقدر تبيع 10 نجوم مش 9، تقدر تبيع 10 نجوم. هو ده. ويعم اسلام هو النجمه دي هتفرق؟ بتفرق، بتفرق في حاجات كتيره جدا 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 جدا، تسويقيا واعلانيا وحاجات كتيره جدا. سمعنا مكالمه الدكتور سعد شلبي في برنامج ملك وكتابه من حوالي اقل من نص ساعه اتكلم في نفس هذا الاطار. فحفل تدشين النجمه العشره بكره ان شاء الله يكون حفل يليق
باسم النادي الأهلي ويليق باسم جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي هيتابع الحفل من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، ونتمنى إن شاء الله إن الحفل بكرة يطلع على أعلى مستوى، وده اللي احنا عاهدناه طبعا دائما من تنظيم داخل النادي الأهلي.